الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين باسمي ونيابة عن جميع إخواني أعضاء المكتب لنادي سيدي سليمان شرعة للكرة الحديدية. نتقدم بالشكر الجزيل للمواقع الإلكترونية المحلية البركانية وعلى رأسها بركان 49 اللي تحنا الفرصة وبعض الاقتراحات حول هذا التظاهرة الرياضية التي أقيمت بسيدي سليمان الشرعة. أما من ناحية نتاع المشاركة للأندية المنضوية تحت لواء العصبة الشرقية للكرة الحديدية، العدد المشاركين يصل إلى 126 ثلاثية. أما بالنسبة للأجواء التشاركية كان الجو جد هائل بالنسبة للمشاركين، وفي هذا الصدد نتمنى من المسؤولين المحليين أن يعطوا الدعم اللازم لهذه الرياضة كرة الحديدية بسيدي سليمان شرعة. وكما تعلمون بأن هذه الرياضية وهذه النوادي إقليم بركان تعاني معاناة شديدة من جراء التنقلات لخوض المباريات الرسمية. أما بالنسبة للنتائج لنادي سيدي سليمان شراعة، كانت النتيجة جد إيجابية في المشاركات الرسمية، والمشكل العويص التي تتلقى هذه الجمعية وهي التنقلات لخوض المباراة الرسمية على الصعيد العصبة الشرقية. ومن هنا نناشد المسؤولين المحليين والسلطات الإقليمية أن تعطي الدعم اللازم لهذه الشريحة الرياضيين والتي تتجلى في الكرة الحديدية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كنشكروا الإخوان ديال نادي الشراعة المجهود اللي قاموا به باش ينظموا هاد الدوري اللي دوري في المستوى وكيليق بهاد العصبة. وبطبيعة الحال ملي كتشوف دوريات بحال هكا، يعني وراء هاد الدوريات كاين واحد العمل دؤوب، ماشي ديال هاد النهار ولكن ديال شهور ديال العمل. نتمنى التوفيق للإخوان في الجمعية، ونادي بحال شرعة بركان كيشرف العصبة وكيشرفنا، ومرحبا بنا عندكم. الله واش غادي أولنا بعدا وقبل كل شيء، مرحبا بكم، مرحبا بالدراري ديالنا هنايا بالمنطقة الشرقية بتهزة بالعيون بجميع النواحي ديال المنطقة الشرقية. بالنسبة للدوري واش غادي نقول لك، الدوري يعني كما نقولوا حنا في واحد الجو أخوي، جو زين، الدراري كاع عجبهم الحال، كاين لعب، كاين كرة، كاين علاقات، كاين ونتمناو كي سميتو الخير للمدينة ديالنا. الكلمة الأولى على بخصوص بعدا مدينة بركان، مدينة بركان فيها جوج ديال النوادي، وباش كتمتاز مدينة بركان بالتنظيم، حسن التنظيم، خاصة هنا في النادي ديال شرعة بركان. يعني كما كتشوفوا دابا الكره الحديديه كتبغي الطبيعه، وهذا الفضاء اللي هو بحال غابه بسيطه صغيره وسط المدينه، وهذا فضاء رائع، لان الكره الحديديه هي رياضه بطبيعه الحال. حنا كنتمناوها بصفتي انا كحكم، نحن نناضل باش تولي هذه الرياضه كره الحديد تولي اولمبيه ان شاء الله. يعني دابا ليزانستونس انترناسيونال راهم كيناضلوا باش تولي رياضه اولمبيه اون 2024 جو كوا. اذا هذا هي لعبه ورياضه، نسميها رياضه، هي رياضه استجماميه، ولهذا هذا الفضاء هذا رائع جدا جدا. وانا حظيت بشرف ديال تسير هذا الدوري كحكم في مدينه بركان، ومن هذا المنبر كنشكر الاخوان ديال بركان على حسن التنظيم، يعني ملاعب، مكبر الصوت الى اخره. وكنتمناو يعني الكونكور او الدوري يمر
واحد تكون واحد الروح الرياضيه، لانك تعرف دابا الكره الحديديه شي واحد ما عصبش واحد، هذا هو الدور ديالنا حنا كحكام. نحن نسهر على صبح القانون، ويعني اونيزيت با انترفونير. كدور كحكمين اليوم كانت عندنا 126 ثلاثيه، وهذا رقم لا باس به بطبيعه الحال. 126 ثلاثيه يعني حكمين فقط، يعني كندورو ونشوفو وننتغفي هاد تومومو من اجل يعني الحفاظ على السيرو العاديه وتطبق القانون، ولا بغينا نقولوا حمايه اللاعب من اللاعب. كاين واحد اللاعب جونتي، واحد اللاعب الى اخره، هذا هو. وكنتمنى حد سعيد للاخوان ديال الشباب. بدي نشكر النادي المنظم على هاد التنظيم المحكم وعلى حسن الاستقبال. وفي الحقيقه كنشوف ان النادي في مستوى التنظيم وجميع الفرق ديسيبلينين. نتمنى ان شاء الله انها يكملوا بخير على خير، واللي يربح سي المير. الرحيم، اولا كنشكركم على هاد البادره اللي كتشجعوا بها رياضه الكره الحديديه للجهه الشرقيه وفي مدينه بركان. الشكر ايضا موصول للجمعيه الرياضيه ديال الشكر ايضا لجميع المشاركين الذين لبوا الدعوه، ونتمنى ان تكون النتائج جيده والتوفيق للثلاثيات التي تلعب جيدا. وشكرا. بمناسبه الدوري للكره الحديديه بسيدي سليمان شرع اقليم بركان، احنا فخورين واحد الثلاثيه نسويه دائما كتشارك في هذا الدوري اللي قامت سواء في سلوان، العروي، وجدة، قرسيف. وان شاء الله نشوفوا عنصر نسوي كيتحمس وكيدخل لهذا الرياضه، وخاصه انها رياضه نبيله وفيها طاقات ونجوم. بالنسبه احنا العنصر النسوي لما دخلنا للنادي نادي الكره الحديديه لعيون سيدي ملوك، تلقينا اساتذه ديالنا اللي قراونا اجلاء فضلاء، وكاين اللي سنوات ما شفناهمش وجات الفرصه. اذا اللي كيقول بان الكره الحديديه علاقه من ذهب، ففعلا هي علاقه من ذهب. ونتمنى ان كل رؤساء النوادي الكره الحديديه يديروا يد في يد باش انهم يشجعوا العنصر النسوي يدخل لهذه الرياضه، وخاصه بجهه الشرق، لان لحد الان كاين ثلاثيتين او ثلاثه، ما كيتعداوش ثلاثه، ولكن ان شاء الله في المستقبل عصبه الشرق هذه تكون مشرفه بالعنصر النسوي ويحققوا نتائج مشرفه للجهه. احنا هنايا اننا استطعنا اننا ندوزو المقابله الثالثه ثلاثه الاشواط. ان شاء الله نتمنى ان يكون واحد التحفيز من طرف الممارسي هاد الرياضه، لان الممارسه هي اللي كتخليك انك تحقق نتائج. وفي غياب يعني الالتفاته للمسؤولين على الشان الرياضي في هذا المجال، يعني هذه نتراجعوا للوراء، ولكن كنناشد ان المسؤولين الشبيبه والرياضه كل الصاهرين على هذا الرياضه انهم يشجعوا النوادي باش انهم تكون واحد الممارسه واسعه، ويكون تمثيليه على الصعيد الوطني والدولي، تكون تمثيليه مكثفه. وان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الممارسين لهذا الرياضه. ولا انسى ان انويها بجميع النوادي اللي حضرنا لهم، كان واحد الاستقبال واحد الحفاوه، انهم لقينا منهم يد المساعده انهم حفزوا العنصر النسوي باش انه يشارك، سواء كان ثلاثيه مستقل يعني نسويه او مع باقي اللاعبين ذكور. وشكرا للجميع، ونتمنى ان هذا الرياضه تكون في الجهه يعني مشرفه، وتكون تلقى واحد دعم، واحد
واحد يعني تكون واحد المنافسه شريفه بين جميع النوادي، لان هذه الرياضه هي في الاول وفي الاخير اخلاق وممارسه وسلوك حسن. يعني خاصنا يعني نكتسفوا من 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 هذه اللقاءات واننا نكونوا حاضرين ان شاء الله. وشكرا للجميع وشكرا اللي داروا معنا هذا الروبورتاج. ونشكر نادي سيدي سليمان الشرعة بالقيام اللي كيقوم به نحو الدوري. وسي بدر سي بدر سي بدر غير سي بدر بارك عليك. ايوا واش غادي نقول لك، كيما راك تشوف المقابلات فاتوا زينين وضربنا هاد التروا ماتش، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفق.